أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم مدام سمية من سوسولاين سالون. أهلا مدام. أهلا فيك. بداية مرحب فيكي من برنامج رواد الأعمال من ABC، ونتمنى منك تخبرينا متى أسسوا الصالون وشو خبرتك السابقة؟ أنا فتحت صالون تقريبا سنة ونص، بس 6 سنوات بشتغل بالإمارات كله، يعني كله مدينات أبوظبي، راس الخيمة، دبي، شارجة، بس كان بشتغل هوم سيرفيس. و 15 سنة بشتغل شعر، بشتغل كل شيء مكياج بس أكثر شيء شعر، وكل شعرات من عندي طبيعي 100%، يعني كله أنا بقص من رأس الناس. أكثر محلات يعني في شعرات صناعي بيجي من تشاينا، بيجي من أوزبكستان، بس هاي 100% طبيعي. إني جميع خدمات الشعر بالصالون، نفس تركيب شعر، نفس بروتين، كيراتين، فيتامينات، كله هير ستايل، يعني هاي الصالون خصوص شعر. وجميع مال إظافر، تركيب إظافر، بولي جيل، أكروليك، مع ديزاينات، تركيب روموش نمبر 1، حبة حبة، هاي بنت إيراني بسوي وشغل يعني نمبر 1، مانيكير، بيديكير، إسبا، مساج، واكسينج، فول تنظيف بشرة. تميزنا بالصالون بتركيب شعر، يعني تركيب شعر من عندي نمبر 1. أنا بعطي زباين دامن 2-3 سنين، يعني أي واحدة بيشتري شعر من عندي 3 سنوات في دامن من شعراتي. بالنهاية ممكن تخبري جميع السيدات كيف ممكن يلاقوا الصالون وكيف ممكن يتواصلوا معاكم؟ صالوني بالدبي، جداف، محلات نادي الوصل، كلاب الوصل، محل نمبر 44، سوسولاين ليدي صالون. عندي تابعون بإنستغرام سوسو إكستنشن، ورقم موبايلي 0527-802-105، هاي رقم واتساب ورقم اتصال. شكرا جزيلا مدام سمية، ومنشكر جميع طاقم العمل في الصالون. شكرا من انتم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.